20 مليون على حضوركم. اسمي غير حسين شفاف، مرشحة من الدائرة الرابعة محافظة المحرق. طبعا السيرة الذاتية خريجة جامعة البحرين، اسم إدارة الأعمال، عندي دبلوم وطني من معهد البحرين في المبيعات والتسويق، عندي دبلومة الأولى في الإشراف المكتبي بعد من معهد البحرين، وأيضا عضو سابق في جمعية أعضاء خيرية، بعد نائب رئيس فريق أهل الخير التطوعي، ومتطوع حاليا لدراسة الأطفال في المرحلة التأسيسية. هذه بعض الأنشطة اللي كنا نقوم بها مع فريقنا. طبعا هاي رياض الأطفال والتدريس، بعض الشهادات اللي تديت معنا. سبب اختيار ترشح المجلس البلدي، طبعا اختاريت المجلس البلدي، عندنا مجلسين، المجلس النيابي والمجلس البلدي، اثنينهم مهمين. لكن سبب دخولي للترشح في المجلس البلدي لان دائما العضو البلدي يكون اقرب لاهالي الدائره مثل المنطقه، وهذا اللي انا يعني احس بميولي اتجاه هذا الشيء. بما ان اليوم احنا يعني جايين عشان نعرض البرنامج الانتخابي، فراح اعرض بعض الافكار ان شاء الله ما اطول عليكم. طبعا هذه عن الممشى المطاطي. فكرة الممشى المطاطي نقدر نسويه مثلا في شارع القوس لنشاهد مشروع سعادة من الجهة المقابلة لليسر. الممشى المطاطي هو يكون صحي في الركبة، حتى في حالة السقوط ما في ضرر، تركيبه وصيانته سهلة، وعندنا أيضا حتى تكلفته ما تكلف وايد، وحتى الجارتي عليه يمكن لمدة 20 سنة تقريبا. خلينا نروح حق التفكير خارج الصندوق، نطلع برا الانتخابات. كان عندنا انفينيتي ولكسس، زين شركتين، شركة تويوتا نزلت سيارة لكسس، شركة انفينيتي نزلت سيارة انفينيتي. لكسس يعني سيارتين فخمين، لكن لكسس نجحت أكثر من الانفينيتي. بس شنو السبب؟ كان أن سيارة لكسس تويوتا نزلوا لكسس على أنها هي سيارة بروحها. طبعاً هذا كان السؤال في امتحان التخرج يوم كنا ندرس المبيعات والتسويق. لكن الانفينيتي ما نجح نفس نجاح اللكسس، لان نيسان اللي نزلوا هذه السياره خلوها تحت شركه نيسان، شنو مو بروحها، فهذا كان سبب نجاح اللكسس. فهل انت راح تختار عضو بلدي يعني يفكر لك خارج الصندوق؟ مثلا عندنا مثلا تشجير وتجميل الشوارع، هذه بعض الصور، يعني شوفوا شلون يعطيك منظر جميل للناس. هذه الشارع، هذه المحافظة برا البحرين، برا المحرك قصدي، بعيدة عن المحرك، بتشوفون تجربة الشوارع شلون شكلها. وهذه في دائرتنا، طبعا عندنا تشجير هني والشارع اللي راويكم، لكن الفرق بين الاثنين انه يعني لو بنقارن بين الاثنين، ان هذه في اشجار، لكن الثاني اعطانا شكل حق شويه حصى وزرع صبار، فاعطى شكل اجمل. احنا نحتاج شوارعنا تكون احلى من باقي المحافظات، لان عندنا بي ار بيز، وعندنا مواكب الطوف، وعندنا سواحي للشمس. النظره الاولى مثلا انت اللي تبهر الشخص، مثلا حتى انت تروح دوله معينه تطلع من المطاف تشوف مثلا الورد والزرع اللي قدامك، هذه يبهرك، يقول والله ديرتكم حلوه. فاحنا ديرتنا حلوه بس نبيها تكون احلى. عندنا فكره يوم رحت لشخص في مجمع 212 مع فريق العمل، فكره الجداريات، الرسم على الجدران. لو تروح دوله ثانيه خاصه في اوروبا تشوف الكثير من هذه الاشياء رسم على الجدران، تعطي إضافة جمالية للمكان، خاصة نحن عندنا مشروع طريق اللؤلؤ. عندنا تطوير سوق المحرق وإضافة المرافق العامة، يعني عزكم الله واحد يقول لك أنا ذاك اليوم جاية أروح عزكم الله الحمام ما تشوف شيء. زيادة على مواقف السيارة. طبعا 2018 أنا نزلت الانتخابات البلدية بشعار نعمل وفاء للوطن، الوطن اللي انا ترعرعت فيه ولدت فيه درست فيه كليت شربت فيه
شربت من مويه، فهذه رد جميل ان احنا نعمل للوطن. السنه 2022 اختاريت تخطيط عمل انجاز، لان ما في عمل بدون تخطيط ولا في عمل بدون انجاز، فثلاثتهم يكملون بعض. لهذا السبب اختاريت هذا الشعار. شكرا لكم، واتشرف برد على اسئلتكم وتعليقكم. يوقفون عليكم الطريق والمشارات باي استفسار، تقدرون باقي الخطه الانتخابيه ان شاء الله. شكرا. خلصت مهي؟ نعم.